مثلي. انا كنت في مسرح المدرسه، كنت معظم الوقت بعمل حاجات باك ستيج، يعني كنت اساعد في اني البس زمايلي، اساعد في ان احنا نشد عشان نغير مثلا البرتكابل اللي ورا، لغايه ما مره وقفت على المسرح، وبعدين apparently هم فجاه قالوا لي لازم تطلعي عشان في حد مجاش، حد غايب يعني. فلبست فستان الحد ده، كان حد فستان ذهبي بلدي جدا، بس يعني انا لازم اقف لابساه واعمل الحاجه دي، هنقذ الموقف. وانا عشان ما كنتش متابعه ايه هي الديالوج بتاع المسرحيه، فانا طلعت قلت الجمله جد جدا، وابيرنتلي هي من الواضح انها كانت جمله بتضحك. فلما الناس ضحكت انا اتكسفت جدا جدا. عندي بقى لا، حتى لو وقتها ما كانش 13 ده كان مع استاذ محمد صبحي، وقتها كان عندي 11 سنه. فانا اتكسفت جدا وقررت ان this is not my thing، ان انا ابقى كده مع الناس كده دي مش حاجتي، انا يعني الناس تضحك عليا وانا ازاي، وهيقولوا ايه وبيقولوا ايه، وانا موضع تريقه، فمش هقدر اعمل كده تاني. وبطلت خالص اشارك في اي حاجه في المسرح المدرسه وقتها. وبعدين جينا مصر وانا عندي 13 سنه، فبالصدفه قاعده مع مامتي، فلقيتها بتقول لي الممثل اللي انت بتحبيه اللي كنا بنشوف مسرحياته وكده على الفيديو، محمد صبحي، عامل اعلان انه عايز وجوه جديده. قلت لها ده مامي بليز، عايزه اروح اشوفه. فقالت لي يعني ايه هتروحي تشوفيه ازاي؟ قلت لها نعمل كان احنا هندخل وبس اشوفه ومش هعمل حاجه. فقالت لي طيب لو يعني انت حابه كده نجرب. رحنا وقفت، فقال لي محضره ايه؟ قلت له لا انا مش محضره حاجه. قال لي ليه؟ قلت له لا انا ما بعرفش يعني ما حضرتش حاجه. طب عايزه تعملي ايه؟ قلت له انا يعني ما اعرفش انا. قال لي بصي انت روحي، ممكن تجي لي بكره او بعده واحفظي اي مشهد. قلت له ما انا ما عنديش حاجه احفظها. قال لي من المسرحيات اللي انت بتقولي انك شفتيها لي. قلت له اه اصل انا جايه بس اشوفك، يعني دي الحته اللي نسيت اقولها لكم. فقال لي لا لا روحي وعندك يومين كده احفظي فيهم اي حاجه من المسرحيات اللي بتشوفيها وتعالي قولي. روحت جبت مسرحيه انت حر برضو الاستاذ محمد صبحي وطبعا شريهان العظيمه، وحفظت مشهد كده. طبعا انا يعني نفسي كانت البروفه دي تبقى مسجله عشان ندي امل لاي حد نفسه يمثل، لان انا فاكره يوميها ان انا كنت بقول الكلام كده وبسمعه وخلاص ومفيش اي رياكشن ومكسوفه بس وبصه في الارض، يعني بجد هو ده كان ادائي قدام استاذ محمد صبحي. فخلصت فلقيته بص لي كده قال لي بصي انت هتبقي كويسه، تعالي تعالي بس انزلي. وقال لي انت بس الكلام كان هو الظاهر دي حاجه ليها علاقه بالمراهقين اللي بيتعلموا لغات، ان انا كنت بتكلم قوي كده اجنبيه في نفسي مع نفسي وزي الناس الكول، فعشان وقتها كنت مراهقه فهو ابتدى يخليني اركز قوي في الموضوع ده. قال لي انت جايه هنا هتمثلي عربي بالمصري، انت لازم كل حروفك تبقى باينه، انت لازم تتعلمي يعني ايه تنطقي العربي بطريقه عربي مصريه عشان تبقي قريبه من الناس. الحقيقه ان كل ده انا كنت بالنسبه لي ماشي شيء بكتشفه، بس اول ما ابتدينا بروفات واول ما ابتدينا نعمل اعداد ممثل وابتديت اكتشف في نفسي ايه ده انا قادره احس بالريزم الحاجه، لان دي بدايات اي تعليم يعني. ايه ده انا قادره يعني ايه بالنسبه لي اكتشافات، انت عماله تكتشفي يور ديسكفرينج ذا هيومن سيكريتس جواكي ما كنتيش تعرفيها. يعني ايه تقدري تحركي مشاعرك بشكل معين